راح مشتبه، اللي يعوف الزواج لأن يرتاح أو يطلق لأن يرتاح وغير ذلك، لأن الله عز وجل ما خلق الراحة. اللي يريد بيت أكبر، اللي يريد أولاد للراحة مشتبه، لأن ماكو في البيت الأوسع راحة. راحة نسبية أكو، راحة مطلقة ماكو. إني ما خلقت الراحة في الدنيا. الإمام السجاد عليه السلام يقول: أجمل في الطلب ولا تطلب ما لم يخلق. رواية مفصلة، الإمام يقول: الله عز وجل ما خلق الراحة، فلا تطلبوه ولا تطلبوها. فإنسان إذا يطلب الأمور الموجودة أمامه للراحة مشتبه، فلازم يتزوج للمشاكل، لازم يطلب الأولاد للمشاكل، لازم يحصل العلوم للمشاكل. لكن إن شاء الله يكونوا معي إلى آخر البحث حتى نشوف يا مشاكل. إذا فكر الإنسان هكذا يرتاح بعد، عيشته يصير عيشة جميلة. لأن الإنسان إذا تعب على شيء وما حصله ينقهر. ولكن إذا من أول فكرة كان غير شيء، النتيجة مو هذا اللي يريده الناس يتصوروا، ففرحان. الناس يتصوروا هو خسران، ولكن هو في الحقيقة فرح، فرحان. ليش؟ لأن وصل إلى النتيجة المطلوبة، لأن مو النتيجة الراحة.